حول هذا الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من جدة البروفيسور عبد الرحمن الشيخ، استشاري باطني وغدد صماء وسكري في جامعة الملك عبد العزيز، وأيضا رئيس الجمعية العلمية السعودية لداء السكري. أهلا ومرحبا بك بروفيسور. بداية، مرض السكري هو مرض العصر وهو مرض كل عصر أيضا، هل فعلا من الممكن أن يكون هناك علاج لهذا المرض؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام، ومساكم الله بالخير وشكرا لكم على هذا الاتصال. الحقيقة مرض السكر من هذا المنطلق، لأن مرض السكر شائع لدينا والمرضى جميعا يتمنون وجود مرض شافي. هذا أساس الخبر الذي تم نشره، وجد اهتمام كبير من القراء ومن المجتمع. طبعا مرض السكر نتمنى أن يكون فيه علاج شافي له. الحقيقة الخبر اللي تم نشره اليوم هو طبعا خبر نشر قبل حوالي 6 شهور او في عام وفي 2015. طبعا تم من جمعية او منظمة مكسيكية، وتم عدم التأكيد عليه من نفس الجمعية العلمية في كندا في المكسيك. وهو طبعا الخبر انه يتم منه وضع اخذ دم من المريض ووضعه في ماء ملح وتبريده إلى درجة 5 درجات، ومن ثم حقنه للمريض، وهذا ممكن يؤدي إلى أن المريض السكر عنده ينتظم، وذلك ناتج من بعض التفاعلات اللي بتوقف بعض المواد المناعية، وهذا يؤدي إلى تحسين في مرض السكر. طبعا إحنا كأطباء صحيح إحنا نتمنى أن يكون في موجود كمان يكون طبعا تطعيم للسكر أو علاج شافي للسكر، لكنه بالحقيقة احنا لا نستطيع ان ناخذ نتبنى اي بحث يصدر في اي مجلة سواء كانت اخبارية او خبرية بدون ما يكون هناك طبعا اثباتات علمية عليه. واحنا طبعا في قبل اسبوع تقريبا كان في مؤتمر عالمي موجود في اوروبا، وتم نشر فيه جميع الابحاث العلمية اللي تمت في السنوات السابقة او السنة السابقة. طبعا هذا البحث اللي من المكسيك لم يتم نشره في هذا المؤتمر. فكأطباء طبعا احنا نتمنى ان يكون فيه علاج شافي، ولكن لا نستطيع ان نتبنى اي طريقه بدون ما يكون فيه اثبات علميا. يعني لغايه اللحظه انت تقول دكتور على مريض السكري ان يتحمى وان يتابع علاجه بالانسولين وما الى ذلك من ادويه. لا يوجد هناك علاج شافي كما أثير عبر وسائل الإعلام لمرض السكري، علاج شافي 100%. طبعا نتمنى ذلك أكيد، لكن لغاية اللحظة لا يوجد. أنت تفند هذا الخبر؟ طبعا أنا أقول إيه صحيح أنه لا يوجد الآن. طبعا في طريقة أخرى للتطعيم اللي تم طبعا التحدث عنها من قبل سنة من جامعة أمريكية بإعطائهم تطعيم مرض الدرن، ووجد أنه ممكن ينفع اللي هو النوع الأول من مرض السكر. ولكن التطعيم اللي تم نشره في الأخبار اليوم وتم تداوله كثير من الناس انه اخذ عينه من الدم ووضعها في الملح ومن ثم حقنها للمريض، طبعا هذا طبعا اول شيء اساس علمي ما موجود، لكنه برضه احنا لابد اننا نتعين ننتظر حتى نشوف النتائج ونكون في اساس علمي لاي علاج حتى نكون والله نأيده او لا. انا اشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من جده البروفيسور عبد الرحمن الشيخ، استشاري باطني وغدد صماء وسكري من جامعه الملك عبد العزيز ورئيس الجمعيه العلميه السعوديه لداء السكري.